رجعنا مع عبدلي شو تايم. وقبل ما نتعداو لضيوفنا نحب نقول لكم اليوم كما قلت لكم قبيله ونزيد نعاود لكم انه الكرهبه تخرج الليله في اخر الحصه هذه بتاع عبدلي شو تايم. باش نقوموا بالقرعه وباش نعرفوا شكون الرابح، لكن اللي يتفرج توا مازال ينجم يلعب على الكرهبه هذه، وانت تنجم تبعث توا وتربح من بعد الكرهبه نتاعك. تبعث حرف ا على 85 899. ولكن اليوم باش نقدم لكم فقرة هكا خاصة شوية، باش نقدم لكم اليوم بما انه نحن في اكتوبر شهر العالمي للتوعية بالسرطان الثدي، حبينا نحكيو على انجاز قاموا به شباب تونسي لأول مرة في افريقيا وفي العالم العربي، وهو التقصي المبكر لسرطان الثدي عن طريق حاسة الشم عند الكلاب. وذاك علاش باش نستقبلوا مع بعضنا فريق كيناين دوغ سنتر. هاو 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 كلاب الصغارة حلوة وحنانة. مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا مرحبا، تفضلوا اقعدوا. مرحبا، هاو معكم لايفنا روي. روي مرحبا بروي، قدمتكم انتوما وما قدمتش روي انا. اسمه روي هكايا؟ اسمه روي. شنو النوع بتاع الكلب هذا ساعة؟ هذا سيتان برجي مالينوا. مالينوا فوالا. اللي معروف في تونس بالراعي البلجيكي. الراعي البلجيكي. الراعي البلجيكي. مش الراعي الثلاثي. لا. باش نتعرف عليك شكون يطل عندي من هنا، تنقول لك شكون قاعد يطل من هنا، أنا بدي كي جبت أنت روي، أنا جبت سام كلبي، قلت فرصة إني ما نخرجه. ما انا عمري ما وريت حد من عائلتي ومن اقاربي ومن ناهد. يبدا عباد يضحك ويقول لك شنو هي عائلتي. انا بدي كي كنت قبل ما نربي كلب، انا التوا حياتي الكل ربي في القطاطس، باش نحكي لك وانت قول لي. كنت نضحك على العباد اللي عندهم كلب ويتعاطف مع كلب، يقول لك كلبي مات ويبكي ويهز كلبه للطبيب ويحكي مع كلب. نلقى روحي في شهرين ولا في ثلاثه اشهر في نفس العلاقه مع كلب، وليت حاسبه كاني عبد معايا في الدار. باش نزيدوا نتعرفوا عليكم اكثر، انتم جاتكم الفكره باش انكم اليوم معناها تستعملوا الكلب بحاجه الشم نتاعو بالتقصي سرطان الثدي. اللي يتفرج فينا اليوم ممكن يقول لك صحيح، وممكن الناس يقول لك شنو هذا تخلويه، شنو الكلب باش يعرف عبد عنده الكونسير ولا ما عندوش الكونسير. مدام كان تقدم لي روحك وتفهمنا كيف جاتكم الفكره. داكوغ، دونك دكتوره هدى اليعقوبي طب عام. الفكره جاتنا احنا كنا في ملو الاصدقاء، واقترح عليا الحق سيف، اقترح عليا الفكره، قال لي رانا شفنا يعني دراسات تقول باللي الكلب ينجم كونوا سيف. انا ومنكم سيف. انت سيف تكون دونك سيف دريسور بروفيسيونيل نتاع كلاب سي سا. جي اول حكم دولي في مجال الانياب، جي سوي ان جيج انترناسيونال اف سي، وفي المجالات الكل، مجالات تشتمل معناتها الاختصاصات الكل في الكلاب. ما شاء الله. تكمل لنا مدام. اي دونك اقترح علي الفكره، قال لي راني شفت في مجالات علميه برشا، فما الكلب ينجم يتقصى برشا امراض ومنهم سرطان الثدي، وهو عنده القدرات اللازمه للشيء هذايا. دونك مشيت معاه عجبتني الفكره، وسورتو باش تكون هي باش نعاونوا الناس بالكدا، بيسكو احنا في تونس معناتها عندنا والبلدان العربيه بصفه عامه عندنا مشاكل ماديه باش نعملوا مسح شامل باش للتقصي سرطان الثدي. جربنا قبل ما نبداو اي حاجه، جربنا وشفت معاهم برشا، عملنا بوكو تيست واقتنعت بها الفكره. اش معنى جربت وعملت دي تيست؟ زيد فهمني اكثر. جربتوا على العباد؟ لا، خدينا بدينا من الاول بالكل، بدينا عند نساء، بدينا بثلاث نساء من الاول عندهم سرطان الثدي. قلنا لهم بدينا تجربه اننا نحطوا التكنيك، من بعد يمكن نشوفوها من بعد. جبنا الكومبريس من عندهم اللي باش يبيتوها ليله كامله، الكومبريس هذيك حطيناها الغوي بين ضمن سمح لي بيتوا كومبريس عندهم بحذا الثدي نتاعهم. هي فوالا سرطان الثدي هو يعمل افرازات نتاع اجسام عضويه. فوالا فوالا، دونك الافرازات هذيك تتعدى، الاجسام العضويه تتعدى في الافرازات نتاع المراه من ضمنهم العرق. فهمتك. اي فوالا، دونك حطينا كومبريس واحده بين خمسه كومبريسات فيهم حاجات اخرين، معناتها مواد اخرى كيما نجم نقولوا بيتادين، داكان، واحده ما فيها حتى شيء.
وبعد تدريب بيان سور اللي قام به سيف غو يتمكن انه يتعرف على الكومبريس اللي موجوده اللي في نسميوها احنا اونتر كيمي كونتامينيه. معناها جربتوها؟ جربناها. وسا مارشي؟ وسا مارشي ا بليزيور ريبريز. عملنا 500 تيست. يلزم كلب سبيسيال كيما هذا ولا اي كلب؟ كيفاش صارت العمليه مع الكلب؟ هو خلينا نبرز شويه من الفكره، هي الفكره هذه موجوده في فرنسا وعندها تو قرابه 14 سنه يخدموا بها، بويسك الكلب عنده حاسه نتاع شم، علاش ما نوظفوش الحاسه هذه باش يطلع لنا امراض اللي موجوده كيما ديابيتي، كيما البروستات، كيما الكونسير اللي هو كونسير دو يعني موجوده. العمليه هذه ما تنجم تقوم بها الا ما يكون كلب مختص، شنو؟ معناتها عنده ديزيفيكاسيتي قويه برشا باش تنجم توظفها كالحاسه هذيك باش تنجم تخدم بها. والحاجه اللي باهيه في هذه كيما نعملوا فيها ما عندكش كونتاكت، الكلب ما عندوش كونتاكت مع المريض. راه الكلب ما عندوش كونتاكت. تو سامحني عندك الحق وضح لي، فما عبد مريض ولا مرات تقول لك انا نخاف من الكلب ما يقوليش كلب وكان يعذني، تو شنو انا مريض ونحط واحد راجل يقول لك شنو حد كلب يشم لي في مرتي ودرا شنو. صحيح، لكن هذه الحاجه اللي ما فماش كونتاكت ما بين المريض والكلب. أي. هذه كيفاش يعملوها في فرنسا؟ تصير عن طريق لابوراتوار يجيبوا لهم كيما نقولوا لي سومونز العينات، ومن الصباح كيما نقولوا الكلب ينجم يطير لك ممكن 200 عينه في ابري ساعه من زمان. اللي انت شوف لي زاناليز نتاعها وشوف السكانير وشوف الوقت والمعاناه تنجم تربح بها الوقت بليتو، وثاني حاجه يعطيك ريزلتا صحيحه 100%. سامحني والكلب معناها يشمك الحكايه هذيك كيما يشم الدروك كيما يشم ليزيكسبلوزيف كيما كيف كيف هو نفس الكلب ظهر لي هذا بتاع نفس الكلب. هذا كلب سيتا شيان معناتها متكون في هولندا، بو شامبيون والجدود نتاعو شامبيون، عنده شامبيون دو شنو؟ في سبور نتاع الكام بي في من احسن المسابقات البوليسيه في العالم. انا سمعتك تحكي معه بالهولندي الكلب. هولندي الكلب هذا. كلب هولندي راهي كلب هولندي، لكن هو كلب مليو شو صغير يخدم الاختصاصات الكل. سيتا شيان سيكوريتي يعمل بروتكسيون نتاع 100 متر. يخدم ستا شيا عنده شويه في كاسيتي نتاع دي شيان بوليس ويخدم كل شيء، وتوا دخلناه يخدم في هذه كونسير دو سان اللي هي حاجه جديده عليه. كلب هكايا انا نعرف لي غالي، العباد تشكاو كي باش يعرفوا سوم. قداش يسوى كلب هكا؟ كلب كيما هكا برشا فلوس. اعطيني هكا في فرشي. ابري هما تو في فرنسا كلب كيما هكا يسوى قرابات 70 ما بين 70 و 80 الف اورو. سامحني؟ ما بين 70 و 80 الف اورو. 70 و 80 الف اورو تضربهم في الثلاثه ودرجين. معناها هيك هو كلب كاباسيتي. شوف معناها اكثر من 250 مليون هذوما. عندك 4 مليار مربوط في سبته معناها. صحيح، لكن انا ينجم يهرب 4 مليار ينجم يهرب وما يرجع لك. لا ما يهربش، يسرق لك ما يهربش وما ينجم حتى حد يصرف. هي تعرض وانثى يخلط عليها. لا شيء انا ما كونفيرمي له. علي نعم، انت مولا السونتر معناها انت توا ولا عندكم سونتر؟ فهمنا. بون مع انا معناها باش نطلبوا يجيك واحد يجيب لك الوحدات هذوكم لديارك. فهمنا بالضبط، خلينا نفهموا الحكايه ستركتوري ليه شنو هي بالضبط. احنا عندنا ان سونتر دو دريساج اي ان الفاج في سوسه في القلعه الكبيره. السونتر هذا تم انشاؤه في 2018 في عديد الاختصاصات. معنا سيف اللي هو دونك مدير التكوين والتدريب في السونتر، اللي هو دونك اختصاص 21 سنه في الكانين في هولندا، اون كومبيتونس انترناسيونال، قدر باش يخدم لنا كلب. دونك اليوم معناتها ينجم يعمل ديبيستاج بريكوس اي اون ماس دو كونسير دو سان. الاشكال في الكونسير دو سان شنو هي؟ اليوم مرا حتى باش تعرف روحها عندها كونسير ولا تحبلها بين 6 و 8 شهور. احنا عن طريق روي واللي هي تجربه فرنسيه او المانيه معتمده ديجا، قدرنا باش نعملوها تجربه تونسيه والاولى في تونس وافريقيا والعالم العربي. فما نساء ديجا تعاملوا معاكم واكتشفوا اللي هما عندهم الكونسير؟ دكتوره ديجا. فما بالنسبه للتيود اللي عملناها البريليمينير نسميوها، التيود هذه جبنا مشينا على دوسي ميديكو نتاع النساء، دونك 500 مرة هي 250 عندهم لو كونسير ديجا اتيكتي و250 ما عندهمش. دونك جبنا ونعرفوا باللي حسب الدوسي ميديكال باللي ما عندهمش، والاخرين كيف كيف حسب الدوسي ميديكال باللي عندهم. فما ان سول كا شفناه، معناتها المراه حابه تجرب تشوف روحها، غوي قعدت بحذا الكومبريس اللي عطتها لنا ومشات عملت الماموغرافي وسيتافيغي باللي عندها الكونسير. معناها زاد جاوكم عباد طلبوا
طلب انهم الطلب موجود، طلب موجود، احنا لازمنا نخدموا في اطار قانوني يعني، ما تنجمش اللي يجي باش نبداو هذه الحاجه. هذه الحاجه دونك اول حاجه تحيه للدكتور خالد الرحال من مستشفى صالح عزيز اللي ان شاء الله باش نعملوا ان جروند معناتها اون اتيود بيان ابروفوندي وعلى اكبر نمبر نتاع نساء باش نجموا دونك نكونوا افيك اون اتيود بيان ابروفوندي في تونس. باش يعطيوكم الرخصه معناها؟ باش من بعد دونك الدوله تقهر سي ان نوفو سيركوي بالنسبه لوزاره الصحه، ان شاء الله تكون بادره اولى وتعتمدها الدوله التونسيه لانه ما فماش هما معناتها في فرنسا اعتمدوها ماهمش خير منا، احنا ديجا اوني دي كومبيتونس وعندنا دي كومبيتونس تونيزيان كيما سيف اللي نجموا نعملوا برشا حاجات انا لتونس. انت تعطيك البريمير، احنا تو ديجا قاعدين نخدموا ابري هذا الكل قاعدين نخدموا على الكوفيد 19 اللي هي فرنسا كوفيد 19 كوفيد 19 ان شاء الله. ديجا اوني اون كور. وزارة الصحة مستعرفة بكم ولا مش مستعرفة بكم؟ والله إلى حد الآن إن شاء الله يكون موجود تفاعل إيجابي مع وزارة الصحة باش نجموا نقدموا بالمشروع هذا. ما جاتش مثلا فماش طبة وناس اختصاصيين قالوا شنو توا ذوما تطفل علينا إن شاء الله تري بيانتو والبارازيت هذا جانا ويحبوا بالكلب. بار كونتر باش نعطي كل واحد حقه، فما جروب من وزارة الصحة جانا وشاف العملية كيفاش تصير وقالوا لنا برافو، لكن يد واحد ما تثقفش، ما جامش واحد يعطيك كل شيء، هذه سيتا منظومه بالبلاد. اي نعرف اوروزمون وزاره الصحه ما تزربش في الحكايه هذوما باش تتاكد من المصداقيه. باهي للمصداقيه صديقي، للمصداقيه، نجموا انتم اليوم نبدا يتفرجوا فينا هنا تورينا التجربه نتاع حاجه باش نفهموا روي هذايا شكون بالضبط بيان سور كيفاش يخدم. احنا باش نعملوا بالضبط؟ احنا باش نوريو التجربه للناس الكل بحضوركم. وانت تكون موجود وحاضر عليك. مثال موجود مثال. مش نحطوا ان كومبريس كانت امراه باتت باها، دونك لا كومبريس، لا فاموز كومبريس كونتاميني مع دوتر كومبريس فيهم برشا روايح، ومنهم ديك ان كومبريس نوتر تاع فام نون كونتاميني. دونك باش نحطوهم ونشوفوا كيفاش روي كيفاش يوصل يقدر في بعض الثواني يعرف انا المراه اللي كونتاميني من المراه اللي ماهيش كونتاميني. باهي نقوموا بالتجربه. ساعانا خلني اجا سامنتيش باش ما يقلقوش بعضهم الكلاب هذوما. اجا شكون نخلي عنده الكلب من جميع؟ ما تخافش ما يعمل شيء، عربي اهو شد. اجا بابي تنوريك كلبي ساعه. اسمع استنى استنى بلاي اسمع، باش نوريك كلبي ساعه. باش نوريك كلبي انت ولا حق بالحق، باش نوريك كلبي باش تقول لي دريسي ولا مش دريسي. انا عملت لي علي سام. اجا اجا على اليسار ساعه تحط الكلب. لا مش مشكل، انا على اليسار وعلى اليمين. سام اغسل هاوك من غير ما قلت له عرفني باش نقول له اسيب. يا مدريس ها والله واضح واضح. قول لك حاجه اخرى، هذا انت تطلع في سرطان الثدي، هذا يطلع وين الماكله، تحط له الماكله في الدار يطلعها. باهي سام كوشي كوشي استنى يحك تو ظهر لك باش تحك في الايميسيون. باهي كوشي تو حكيت كوشي صاحي. بابوجي بابوجي ما تحركش اقعد غادي. بابوجي سام تحركش تغزر ليش دور وجهك. بي اغزر لي صحيت صاب صحيت. برافو برافو. شنو رايك في كلب؟ برافو. مازال صغرور راهو 8-9 اشهر هذا. ولا على بالك لابرادور من احسن الكلاب المختصه في الشمال ولا؟ يشم هذا؟ من احسن الكلاب. بيك كلب ولا راش عاد على بالك الشمال. اي شباب هاو يشم الكلب تحب اعطيه جونته تو انت حتى نجيب له شويه شمه. شد شد اي كلمه بالمصري يفهم راه كان كلا لك جيتاره يكره واسمعك شلايك في الدار وكل صبابط وسبدريات الكل مشيها صاحبي. به هاي نقوموا بالتجربه صديقي تفضل. باهي رجعنا تو فصل لي بالضبط ايش باش نعمل. الور هذه لا فاموز كومبريس كونتاميني اللي هي ديجا المراه ركضت بها ونعرفوها احنا ديجا اللي هي كونتاميني، مي مش نوريكم لي الكلب كيفاش يطلعها. باهي. اسكو كونتاميني ولا لا؟ باهي. هذه باش تكون فيها اون كومبريس موجود فيها دونك سوليسيون الكوليزي معناتها شويه الكول. باهي. هذه كومبريس نحطوا فيها داكان. باهي. هذه كومبريس نحطوا فيها بيتادين. هذه كومبريس باش نحطوا فيها دولو اوكسيجيني. باهي. وهذه كومبريس نوتر. نوتر. دونك كل كومبريس تحطوا فيها حاجه نحطوها لهنا. نوتر ما فيها شيء نحطوها هنا. فوالا. واضح. انت باش تمس خاطر عندك فوزابيلي. ونسكر هكا. فوالا. باه فوالا وهنا هيتك. الكلب باش يدخل خشمه ويشم. برافو عليك. ونحطها هكا مثلا فوالا قلبها قلبها هكا حطها هكا باش الكلب يدخل خشمه ويشم. اللي بعد اللي بعد هذيا نحطوا فيها شنو؟ هذيك نحطوا فيها
solution alcoolisée. سوليسيون الكوليك غاديك فوالا هنا هذوما جينيرالمون باش تلقاهم موجودين في المستشفيات العموميه. باهي مستشفيات هذوما نلقاهم موجودين في المستشفيات العموميه اللي من بعده هذيا تاي بيتادين. بيتادين كي تاي نشربوه نحن نزيدوه السكر نشربوه هذا هاي تاي احمر هذيا بيتادين نزيدوها البندق نحن في الدار نشربوه سكر سكر واحده بتاع بتاع التاي هذيك يرحمني به هذه هاك شنو هذاك؟ هذاك دكا هذا دكا عربي شيخ على الدكا يحب يشرب برشا دكا عربي اهو بعد هاكا بردها شويه كلاسون فهمتي؟ هذه هاك به هذه نحطوها هنا ونجم بعد نبدلهم وين نحب انا بالطبيعه بالطبيعه خاطر مش باللوردر معناه بالطبيعه هذا شنو قلت لي زهر؟ جيل ايدرو الكوليك جيل ايدرو الكوليك شو يعملوا به مدام؟ هذاك يعقموا به ايديهم يعقموا به ايديهم تعقم به كرشك عربي هذا يا اي هو بيدو به هذايا نقولوا نحن ليدرو الكوليك الكوليك سي سا هكا الكوليك الكوليك هذايا وهذيك انا كومبريس هذه الكومبريس اللي فيها الكونسير كونسير لطف يا ربي به انا نورمالمون نحط هنا هكا ولا انا باش نعمل هكا من بعد واحده اثنين ونحط هنا برا بون شونس روي هو يزمو يطلع تو به فوالا هكا مستويين شيلا بيلا نديو توا روي روي شامتزي. ايه يا معلم كم هي ما بالالمان يفهم هو بالهولندي بالهولندي كم نزيخ شيش يعذب يقول لك تبولد على لوختي هذا لا تنجموا تبعثوا لي انتم ثلاثه نبعثوا نحن ابعد معلم ما يمشيش يقدمك تفضل روي شميخ شم معناه شميخ شم باب رميت له اللعبه نتاعو اي رجعتي علاش رميت له اللعبه؟ ريكومبونس هذيك هي ريكومبونس نتاعو طلع خذا طلع خذا برافو اخويا يعطيكم الصحه انا بالنسبه انا نقعد على الحكايه عاودوها مره اخرى تعاود اعمل مساج نعاود نبدل عاود عاود نكلموا بالهولندي خريخش خريخش خرجوا خريخش نبدلها اجا نبدلها لبلاصه اخرى هي هنا ها؟ يلا بلاش طب نحطها هنا قدشة هكا هكا برافو هاي هاي جيبو جيبو راي يجش يجش عايش سعيد في تونس هولندي عايش سعيد في تونس راي سكر شفت حتى نجبت فيه قولي لا راهي غاد اعطيك اللعبه نتاعو اعطيك جيب جيب يعطيكم الصحة سيدي يعطيكم الصحة على التجربة رسي رسي ايجا روي ايجا جيبو تو خريمس خريفس ايجش روي جيبو جيبو عاد جيبو روي جيبو جيبو روي صحيت بابا صحيت صحيت نسمو نسمو بالقون ولا عادي ما يمشيش في بالو عادي صحيت بابا صحيت 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 ما احلاه شكرا يعطيكم الصحة على التجربة هذيا ميرسي بوكو بون شونس نشكر فيك راه اي هو شكرك هو قال شكرني روي فسيت لات قلت له انبحه برسمك عاودة دور الكاميرا وعاودة مارينيك روي استنى استنى ستة خسيتة روي لات برافو روي برافو وانا زادة برجولية نحب نشكر لي كوليك نتاعكم زملائكم اللي ادرسوا لي كلبي برجولية زادة ما نجمش خاطر نشكر العربي إليت دوغ الشكر وشكر اللي خويا نورتونا ومرحبا بكم روي في ميرسي ربي كله يقول فاصل ثم نعود اي سي لطفي قبل الفاصل برامج نشكر دور هكا دور هكا اجا من هنا دور هكا لا 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 قد قد تخافش تخافش
مش عنده اوردر قديم اتاك يتذكروا توا عرفت مثلا نجيب لابال يجيب الكره اقول له فهمت بربي من المنبر هذا بارك الله فيكم وبارك الله في عبد اللي شو تايم اللي سمح لنا الفرصه باش نقدموا مشروع هذا الاولاني في تونس ونحب نشكر واحد عاوننا برشا هو جوهر ميتال سي وسيم زكري وسي منصف التومي اللي عاونونا بالامكانيات هذه البسيطه باش نقدروا نقدموا على الاقل حاجه باهيه لتونس وبلادنا. شكرا يعطيكم الصحه. فاصل ثم نعود. ماشي عايش.